باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الخامس. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك الشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. وبعد هذا كان عيد لليهود. هنا ما ذكرش العيد ده هو عيد إيه، لكن آباء الكنيسة وشارحوا الكتاب المقدس كل واحد قال إنه ممكن يكون عيد 50، عيد المظال، في البعض قال إن ده عيد الفصح، لكن في مفسر قال ده في الغالب عيد الفوريم. عيد الفوريم ده في شهر مارس، وده تذكار لنجاة اليهود من مكيدة هامان على يد الملكة أستير، لأن ده عيد صغير، وعشان كده هو قال وكان عيد لليهود. عيد لليهود وعيد معناه سبت أو راحة، يعني واخدين راحة، وينطبق عليها كل أحكام يوم السبت. هنتكلم الأول عن المعجزة، وبعدين نتكلم عن الرياكشن بتاع المعجزة، يعني بالنسبة لليهود وبالنسبة للشخص اللي شافاه المسيح. أول حاجة المعجزة، بيقول المسيح
لهذا الرجل كلمات قليلة جدا جدا. لما تقابل معاه المسيح، وخلي بالكم المسيح لما تقابل مع هذا الإنسان، الإنسان ده كان موجود في بركة بيت حزة اللي هي معناها بيت الرحمة، وكان يعني بقاله 38 سنة مريض، والبركة دي لها 5 أروقة، أماكن كده الناس المرضى ينتظروا فيها عايشين فيها، وكان في ملاك بيجي كل يعني فترة كده يحرق الماء بتاع البركة، وكان ينزل الأول هو اللي كان يشفى. طبعا بعض المفسرين يقولوا أصل البركة دي فيها زي العين بتاعة حلوان، وفيها مياه كبريتية ومش عارف إيه بتشفي. الناس مش قادرين ان هم يفهموا ان مراحم الله موجودة في كل وقت في العهد القديم وفي العهد الجديد، ودي كانت مظاهر الرحمة الإلهية اللي كانت موجودة بين شعبه، علشان انه الله باستمرار يريد ان يظهر رحمته ومحبته لشعبه الخاص وللعالم كله. فكانت الموجودة الحكاية دي مش صعبة على ربنا، انه يبعت ملاك من السماء يحرك المية بتاع البركة، واحد ينزل ويخف. وربنا كان طبعا، اتكلمنا عن التفسير قبل كده ايه المغزى الحكاية دي، لكن النهاردة هنتكلم عن مواضيع تانية. عشان هنا كلمة رأى دي في منتهى الأهمية، يقول هذا رآه يسوع مضطجعا. وهنا رآه يسوع يعني الله باستمرار، إلهنا الصالح يسوعنا الحلو باستمرار عينيه تجولان عشان يعضد البائس والمسكين، علشان يدور على الإنسان اللي على وشك إن هو ييأس من شفائه ومن خلاصه. عشان كده يا جماعة هذا رآه يسوع بتفكرني كمان بقصة زكا. مين اللي شاف التاني؟ المسيح رفع عينيه وقال له زكا اسرع وانزل. ايه يا رب ده؟ لازال يبحث عن ايه؟ عن الخروف الضال. هذا رآه يسوع مضطجعا. الكلمة التانية حلوة قوي، وعلم أن له زمانا كثيرا. علم، حد قال له؟ ما حدش قال له. ده علم خاص به هو، علم ذاتي، لأن هو الله الذي ظهر في الجسد قدامه. حياة هذا الإنسان مكشوفة زي كده، يعني صفحة مقروءة بالضبط كده، زي ما كان مع المرأة السامرية، قال لها حسنا قلت أنك ليس لك زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، هكذا قلت بالصدق. المسيح يعلم كل شيء، عارف كل حاجة، وعلم أن له زمانا كثيرا. وكلمة علم هنا تورينا أن الله يعلم كل شيء عنا، بتخبي عن الناس ربنا عارف. ممكن أخبي عن الناس فضيحي وخطاياي ونجاسات قلبي، لكن الله فاحص القلوب والكلى. الله أيضا يعلم احتياجاتي. الناس يمكن تركوني، ليس لي إنسان يلقيني في البركة، ما تخافش. وعلم أن له زمانا كثيرا. ربنا عارف احتياجك، ربنا عارف تعبك، ربنا عارف أمراضك، ربنا عارف إزاي الخطية تعبتك وانت مش قادر تتخلص منها. 38 سنة مصاب بالفالج، الشلل الروحي، إنسان مش قادر انه يتحرك في حياته الروحية عشان يوصل لربنا، فقد كل رباطات المحبة اللي كانت بينه وبين ربنا. ليه؟ لأن الخطية بتخلي الإنسان ينفصل عن مصدر الحياة، ينفصل عن النور الحقيقي، ينفصل عن الحب الحقيقي. الإنسان اللي قطع علاقته بالله وانقطعت معيته مع الله، قلبه مليان حقد، مليان سواد. عشان كده أحبائي، إلا المرض الفالج الروحي ده صعب قوي. الإنسان اللي بقاله 38 سنة وهو عيان ومش قادر إن هو هتحرك عشان يوصل للمية عشان يشفى، ده يعني وصلت حالته المرضية. أنا عايز أقولك، أنا بتكلم عن المرض الروحي، إلى
تقريبا كده عايش طول زمانه في الخطية. 38 سنة ده ممكن تكون عمر إنسان، إنسان عايش طول حياته في الخطية، لكن معنى كده هل يفقد الرجاء؟ رب الرجاء موجود في بركة إيه؟ حزدة، في بيت الرحمة. رب الرجاء موجود في الكنيسة اللي هي بيت الرحمة الحقيقي، عشان يشفي كل مريض وكل خاطي مهما كانت خطاياه ومهما كانت نجاسات قلبه، وعلم أن له زمانا كثيرا. قل يا رب أنا بقى لي زمان كثير في الخطية يا رب، أنا كل حياتي بعيد عنك يا رب. شوفوا الابن الضال لما عرف أن الخطية مرة جدا وقاسية جدا، واشتهى أن يملأ بطنه من الخرنوب اللي بتاكله الخنازير ولم يعطيه أحد، لأن الخطية قاسية جدا. هذه القصة أو مش القصة دي، دي, دي واقعة إنجيلية اللي بيحكيها يوحنا الإنجيلي عن هذا الإنسان اللي كان مريض بسبب الخطية. المسيح قال له لا تعد تخطئ أيضا لألا يكون لك إيه؟ أشر. يبقى مرضه كان بسبب الخطية، لكن ليس كل مرض سببه الخطية. خلي بالكم الحكاية دي مهمة قوي. ليس كل مرض يا جماعة، ساعات بتبقى الأمراض دي بتبقى معاملات من الله، لكن هذا المريض بالذات كان مرضه سببه الخطية. 38 سنة. طب توب، توب عن خطيتك. أنا مش هقدر أدين هذا الإنسان، لأن ولا أي إنسان يقدر يدينه. المسيح اللي هو القادر وحده أنه يدينه جه عشان يشفيه، جه علشان يشفيه، راح بركة بيت حزدة لأجل هذا الإنسان. ما سمعناش عن معجزة تانية عملها المسيح في بيت حزدة إلا أنه شاف هذا الإنسان المريض بيدور على الخروف الضال الواحد. عشان كده يا أحبائي يقولك هنا إيه؟ فقال له أتريد أن تبرأ؟ السؤال ده معناه إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ كلمة أتريد في معناها اللغوي اللي اتكتب بيه معناه أنت عندك العزيمة القوية لكي تشفى من هذا المرض. هنا مش الرغبة في الشفاء، مش الرغبة، إرادة، إرادة قوية. وهنا المسيح، لأن زي ما أقول لكم المعجزة اللي عملها المسيح، معجزة شفاء هذا الإنسان، هي ليها مدلول روحي. أي إنسان ما عندوش إرادة إن هو يشفى من مرض الخطية لا يمكن أن يشفى. أتريد أن تبرأ؟ وهنا الإرادة معناها العزيمة القوية، التصميم من كل القلب. من غير هذا التصميم لا يمكن أن يشفى أي إنسان، ولا يمكن إنسان يتحرر من الخطية. لازم يكون عندك إرادة قوية إنك عايز تترك الخطية ومكان الخطية ومجال الخطية وأصدقاء الخطية وحياة الخطية وتنعمات الخطية علشان المسيح يشتغل معاك. أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ شوف الرد بتاع هذا الإنسان يوري إنه عنده إيه؟ عنده الإرادة. لكن خلي بالكم شوفوا رد يقول إيه. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. أنا عندي الإرادة بس أنا ما عنديش لا المقدرة إن أنا أقدر إن أنا أروح البركة، ولا المعونة إن حد يشيلني ويرميني في البركة. الإرادة حاضرة عندي، أما إن أفعل الحسنة فلست أجد. عندي الإرادة لكن أنا محتاج معونة، معونة البشر مش نفع. ليس لي إنسان، أنا عايز معونة. ومش عارف إنه واقف قدام، أو مش واقف وكان قاعد لسه، قاعد قدام رب المعونة يقول ليس لي إنسان، واللي بيكلمه هو ابن الإنسان اللي جاء لكي يخلص ما قد هلك. ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. خلي بالكم بقى من رد المسيح اللي جاي ده. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. ده أمر، لكن هذا الأمر مصحوب بقوة، قوة شفاء. خلي بالك، قم احمل سريرك وامشي، ثلاث حاجات. قم، هنا الكلام للخاطي، هنا الكلام للمريض،
اللي عايز يشفى من أي مرض، مرض جسدي نفسي وروحي، تقوم أول حاجة. قم. قم يعني إيه؟ يعني قوم. طب أقوم إزاي؟ ده أنا ما أقدرش أتحرك، ده أنا عندي مرض الفالج، شلل، ما أقدرش أقوم. أنت مش عارف مين اللي بيتكلم؟ ده صاحب السلطان، صاحب القدرة، اللي يقدر إن هو يقومك بسلطان كلمته. قم، احمل سريرك وامشي. أكيد هذه الكلمة اللي نطق بها المسيح بسلطان لهذا الإنسان، الإنسان حس بسلطان. أنا ما أعرفش حس بإيه، الإنجيل لم يذكر، لكن أكيد ابتدى يلقى إن في حرارة صارت في أعضائه وفي جسمه وفي مفاصله، وابتدى إن هو يشعر بإن فيه شيء غريب حصل جواه. وابتدى الإنسان هنا اختبار ومحك الشفاء. الطاعة هي المحك الحقيقي عشان ربنا يشتغل. لو كان هذا الإنسان يقول له أقوم إزاي؟ ده أنا بقالي 38 سنة ما اتحركتش من مكاني، أقوم إزاي؟ لكن الطاعة بالضبط زي الإنسان المولود أعمى، حط طين على عينيه وقال له إيه؟ إذا بيغتسل في بركة. طب الطين ده يفتح عينين، ده الطيب ده، ده الطين ده يعمل واحد زيادة. لكن ده محك الطاعة يا جماعة. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة خالص، إحنا اللي بيخلينا إن إحنا باستمرار لا بناخد شفاء لا من الخطية ولا من الأمراض ولا عينينا بتنور، إن إحنا بنرفض أن نطيع وصية المسيح. الطاعة دي معناها إن أنا اللي أنا أؤتمر به المسيح اللي يقول عليه، الكنيسة اللي بتقول عليه أطيع. الطاعة هي سر البركة، الطاعة هي سر الخلاص، الطاعة هي الإيمان الحقيقي. إبراهيم لما دعي إيه؟ أطاع. عشان كده إبراهيم هو يعني أبو كل المؤمنين، لأن الطاعة تطيع. الطاعة ربنا يقول لك تطيع على طول، ما لا تسألش حد، اللي يقول لك عليه ربنا اعمله مهما كان. عشان كده هذا الإنسان لما المسيح قال له قم احمل سريرك وامشي، يقول فحالا برئ الإنسان. لكن أرجع تاني، قم واحمل سريرك وامشي، عايز نتأمل فيها روحيا. قم تشير إلى القيامة أو جدة الحياة، الحياة الجديدة. قم. قم. أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في إيه؟ في جدة الحياة. المعمودية هي حياة جديدة. هل أنت بتسلك في جدة الحياة؟ فالمعمودية هي موت مع المسيح وقيامة. قم، أدي الخطوة الأولانية. احمل سريرك، ده عايز قوة مش كده؟ وهنا السرير، وهتفتكروا كان السرير يعني زي السرير بتاعتنا، لا ده كان حتة حصيرة كان نايم عليها الراجل، بس هي اسمها سرير حسب الترجمة. احمل سريرك وامشي، ده عايز قوة. فالحياة الجديدة محتاجة إلى قوة الروح القدس. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. بدون معونة الروح القدس مش هتقدر إنك أنت تحمل سريرك أبدا. وهنا السرير يشير إلى الشهادة للمسيح. عايز تشهد للمسيح بدون الروح القدس؟ لا يمكن، لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. عشان كده حاجتنا إلى الملء بالروح القدس لكي نشهد عن المسيح الذي شفى نفوسنا وأمراضنا الروحية وأيضا الجسدية. يقول كده فحالا برئ الإنسان وحمل سريره. قم واحمل سريرك وإيه؟ ومشى. وامشي، دي الحاجة التالتة، امشي بقى، يعني امشي في الحياة الجديدة. اسلك في النور، ده السلوك في النور ده يا جماعة. انت خدت الحياة الجديدة وخدت الروح القدس، يبقى انت ما عندكش عذر، لازم تسلك لأنك واخد الإمكانية في الحياة الجديدة. تسلك في النور، تسلك في المحبة، تسلك حسب وصية الإنجيل. يقول كده فاسلكوا كأولاد النور، اسلكوا أولاد النور. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فحالا برئ الإنسان، شكرك يا رب. حالا،
كلام المسيح يا جماعة مش محتاج انك انت يعني تفكر يا ترى انا اخف النهاردة ولا بكرة، يا ترى المسيح هيقبلني النهاردة ويشفيني النهاردة ولا لسه قدامي خطوات تانية. انا عايز اقول لك حاجة مهمة، انك انت لو النهاردة المسيح فعلا بيقول لك قوم احمي سيرك وامشي، قوم اغسل خطاياك، تنقى من خطاياك، قوم ابتدي حياة جديدة، يبقى اقول له يا رب اشكرك لانك شفيتني النهاردة من مرض الخطية. ولك في حالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك يوم سبت، ودي الكلمة الثانية السبت والمسيح، كان في ذلك اليوم سبت لأنه كان عيد وراحة لليهود. إزاي هذا الإنسان يشيل السرير بتاعه ويمشي؟ فقال اليهود الذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. وهنا مفهوم السبت عند اليهود هو كل عندهم ان يوم السبت ده يوم راحه، ما دام ده سبت يبقى راحه، وعملوا قوانين وعملوا قواعد للسبت، ومن ضمن هذه القواعد ان اللي يشيل سريره يوم السبت يبقى بيكسر السبت، ويكسر ويكسر السبت ده دي عقوبه صعبه قوي، كسر يوم السبت ده. لكن هم المفروض لو عرفوا قصه هذا الرجل وان المسيح شفاه بقاله 38 سنه، بدل ما كانوا يحكموه ويقولوا له انت كاسر ليوم السبت، كانوا فرحوا وهيصوا قالوا مين اللي شفاك ده، احنا عايزين نتعرف عليه. لكن احبائي هي دي الحرفية اللي بتقتل، الحرف يقتل والروح يحيي. ياما مناقشات في اعداد الناس كل اللي بتتكلم عنه امور شكلية، بيتكلموا عن اشياء من الخارج، محدش عايز حد يلمس عمق الخطية اللي جواه، فتبتدي يطلع بأي سؤال وبأي مناقشة، ويبتدي نحاكم الناس لأن هم كسروا السبت، كسروا الترتيب البشري. لكن شوف هنا، خلي بالك إن المسيح عايز يفهمهم إن السبت ده وضع لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت. أما الذي شوفه فلم يعلم، لم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. طب ليه المسيح اعتزل؟ الموضع مليان جمع، والمعجزة معجزة عظيمة، وكان ممكن قوي أن زي ما معجزة إشباع الجموع يحاولوا أن هم ياخدوا المسيح ويختطفوه ويجعلوه ملكا، لكن المسيح رفض أن يكون عرشه أو ملكه خارج عن الصليب، عشان كده اعتزل، ساب المكان خالص واختفى. وبعد كده راح الهيكل، لقي الانسان اللي شفاه موجود في الهيكل. حصل ايه؟ فالمسيح لما شافه في الهيكل قال له ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. وانا اقدرش ان انا افوت الحته دي، ده تحذير لكل انسان تاب عن الخطيه، تحذير لئلا يكون لك اشر. انا حاسبها كده، لكن انت عارف ان ربنا انتقامه صعب. يقول لك لي النقمة انا اجازي يقول الرب، يعني ربنا يقول لك انا عملت معاك وانا اديتك رحمة، انا غسلتك من اسامك، انا طهرتك، انا قدستك، اديتك حياة جديدة، اديتك روحي القدوس يسكن فيك، وبعد كده ترجع تاني للخطية لألا يكون لك اشر. المهم، فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه. هل هي دي شهادة؟ الإنسان ده كان بيشهد المسيح، قال لهم، ولا كان عايز يشيل عن نفسه تهمة إنه كسر السبت؟ ما نعرفش. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. تصور، بيطردوا يعني طردوا المسيح وعايزين يقتلوه عشان عمل هذا في يوم سبت، مش عمل معجزي، عمل رحمة. يا سلام على القلوب المتحجرة الفريسية اللي تبقى موجودة في وسط شعب الله. صعب خالص ان الناس يبصوا على الشكل وينسوا اللي اتعمل ايه. ما تشوفوا المعجزة اللي حصلت، شوفوا الشفاء، شوفوا فعلا مين اللي عمل هذا العمل. لا يستطيع ان يشفي مثل هذا الانسان الا رب الانسان نفسه. عشان كده احبائي، فاجابهم يسوع ايه؟ ابي يعمل حتى الان وايه وانا اعمل. وهنا بس عايز يقول لهم يعني ايه يا جماعة، السبت مش هو مفهومه ان الله كف عن العمل، لكن السبت معناه ان الله بيرتاح او
أو فرحان بالعمل اللي هو أكمله. عشان كده الصراحة الله في اليوم السابع بعد ما خلق الإنسان، لأن بعد ما الله خلق الإنسان قال إيه؟ ورأى الله الذي عمله إيه؟ حسن جدا. ربنا ارتاح بالإنسان، وفي نفس الوقت السبت بالنسبة لنا هو نحن نرتاح في الله. عشان كده المسيح قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا إيه؟ أريحكم. فالسبت كان رمز للمسيح، لأن راحتنا الحقيقية هي فين؟ في شخص المسيح. أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. الله ما بطلش يشتغل يا جماعة، بيشتغل كل يوم، بيعمل كل يوم، لكن هو بيرتاح إمتى؟ لما يلقى مكان يسكن فيه في قلبك، راحته في قلبك، زي ما أنت شبعك لا يمكن أن يكمل إلا في شخص المسيح. أيضا المسيح لا يرتاح إلا لما يسكن في قلبك، يبقى فرحان قوي. عشان كده أحبائي يقولهم كده، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. مش بس ان هم يبتدوا يفكروا ويقتنعوا بكلام المسيح، يقول فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط، بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه والله. طب ده اعلان، اعلان المسيح بيقول لهم انا ابن الله، انا الله اللي ظهر في الجسد. افهموا بقى الى لغيت امتى الناس مش هتقدر تتعرف على شخص المسيح له كل المجد. ربنا يدينا نعمة عشان خاطر كلنا النهاردة في بيت حزدة، بيت الرحمة، كنيسة الله الجامعة الرسولية، حيث المسيح لا زال ينعم بالشفاء والخلاص والغفران، وأيضا يعطي حياة جديدة لكل إنسان يطلب. ما بقاش دلوقتي عهد ملائكة وتحريك ماء، ولكن رب الملائكة الآن حاضر في وسطنا لكي يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. له كل المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين. إبارة